إلى قضية النشرة التي خصصناها للحديث عن قضية التحكيم، فبعد مرور 3 جولات من الرابطة المحترفة الأولى لا تزال الأخطاء التحكيمية تفعل فعلتها مؤثرة على نتائج المباريات. فرغم كل ما قيل في السنوات السابقة بقيت دار لقمان على حالها. المزيد في تقرير الزميل محمد تامرت. بالرغم من الكلام الذي أثير حول مستوى التحكيم في الجزائر خاصة منذ اعتماد الاحتراف، إلا أن الفساد والانحراف لا زال ينخر جسد الكرة الجزائرية من خلال فضائح في مباريات البطولة الوطنية المحترفة الأولى. فمنذ الجولة الأولى ولا تزال الأخطاء التحكيمية تفعل فعلتها مخلفة وراءها ردود أفعال قبل رؤساء الأندية وحتى الأنصار. فمباراة وفاق سطيف وأولمبي المدية والتي جاءت برسم الجولة الثالثة وأدارها الحكم حوسنية أثارت جدلا كبيرا من خلال منح ضربة جزاء للوفاق خلال ال11 ثانية الأولى وضربة جزاء ثانية في الشوط الأول، الأمر الذي لم يعجب رئيس نادي أولمبي المدية. تراجع مستوى التحكيم في الجزائر أسال الكثير من الحبر حول دور اللجنة المركزية للتحكيم ودورها في تطوير التحكيم، فبرغم من تجديد اللهجة مع الحكام وتكثيف الدورات التكوينية إلا أن ذلك لم يشفع في تراجع الأخطاء التحكيمية والتي تكون في بعض الأحيان متعمدة. من جهة أخرى، بغض النظر عن دور التحكيم في تعثر نتائج بعض الفرق فإنه يساهم في زيادة نسبة العنف في الملاعب، فإلى متى يستمر الوضع الذي سئمه كل الأطراف الفاعلة في كرة القدم الجزائرية؟ بهذا الخبر مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام موعد الساعة. لباقي الأخبار ولمتابعة البث الحي زوروا موقع القناة البلاد.net، كما يمكنكم أيضا متابعة الأخبار الأخرى عبر الصفحة الرسمية للقناة عبر الفيسبوك جورنال البلاد. تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي سهرة اليوم، صحة عيدكم كل عام وأنتم بألف خير في أمان الله.